هذا الرمز اللي طول عمرك تاريخي، اكسبوا اكسبوا مو بكل يوم بي يعني. صح. فأنا أهني كل واحد يعني، أول أهني معازيبنا ودولتنا على ضيافة الإكسبو، وهذا شيء مو يعني يعني بسيط، ونحن فرحانين وفي هالظروف هاي، ولكن الله يطول عمر قيادتنا رتبوا الأمور وبصراحة نجح كل شيء، وإكسبو نجح وشيء يرفع إنزين من العرب كلها. فنحن هذا اللي طول عمرك أي شيء رمز مال إكسبو هذا تاريخ، ما تدري متى بيرد عليك هذا، وإن شاء الله يرد. فهذا الناموس وهذا الرمز اللي طول عمرك يعني أهديه أولاً للمعازيب ولجميع حابين أشعارنا والعيال والأخوان والمحبين مثلكم وشارواكم. الله يطول عمرك. قريب من المعازيب ودائما متابع للتفاصيل وتفاصيل اكسبو، جميل ان يكون هذا معرض عالمي لاستشراف المستقبل، وكذلك التراث في صلب هذا المعرض، واقامه مثل هذه المهرجانات تثري مجتمعنا الاماراتي وتوصل الفكره ان مجتمعنا ما زال محافظ على رياضه الاباء والاجداد. نعم الاخ عصام، يعني المعازيب الله يطول عمرهم اللي بنوا وأسسوا هالدولة، والشيخ زايد الله يرحمه، والشيخ راشد، ومن بعده الشيخ خليفة والشيخ محمد والشيخ محمد بن زايد، وكل الحكام وكل ولي العهود اللي وكل الشعب اللي ساهم إنزين في بناء هاي الدولة وتأسيس هاي الدولة. لا ننسى نحن لهم فضل، الناس اللي راحوا عنا إنزين، سواء القياديين ولا من الشعب، تأسست هالدولة ووصلنا هالمرحلة، اكسبوا عندنا، عندنا السياحة، عندنا الحمد لله الخير، عندنا الأمن بفضل الله انزين، وكل شيء الحمد لله عندنا، وكل واحد يبي يعيش في بلادنا، وكل حد يتمنى انزين. هذا اللي طرمك فضل الله ثم فضل قيادتنا ومعازيبنا، هذا ما ينكره الواحد. والدولة الإمارات مو بلا ان احنا لنا مواطنين، للخليجيين وللعالم وللمسلمين وكل الكره الارضيه. فنحن الله يطول عمرك فخورين بهالشيء انزين، ومعتزين بهالشيء انزين، ومعتزين بقيادتنا الحمد لله، اللي ارشدونا ووصلونا لهالمرحله، ووصلونا في المصاف الدول المتقدمه وطفنا بعد الحمد لله. الحمد لله. فهذا الله يطول عمرك فضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن المعازيب هم اللي بعد الله سبحانه وتعالى، لهم الدور ولهم القيادة ولهم النظرة وسياستهم اللي خلتنا نتقدم في هالعالم هذا، ونكون الحمد لله في خير. الحمد لله رب العالمين. نروح للمهرجان ورمز الجعدان المفتوح في سن اللقاية، رمز مهم، ودائما في أي مهرجان تنظر إلى سن اللقاية وإلى الحول. اليوم أنت اخذت رمز من أهم الرموز في هذا المهرجان، وزينت العزبة برمز إكسبو. الحمد لله، هذا أول رمز السنة بصراحة نحن نحاول، والحمد لله كانت عندنا يعني وعكات مرضية، والحمد لله بدأ الحلال الحين أحسن شوي. فنتمنى التوفيق لنا ولجميع المشاركين. اليوم الحمد لله الرمز خذاه دحام وأحسن تيم، والنومس لكل اللي خذروا الرموز من سواء الحقاقة أو اللقاية، وإن شاء الله سايرين الإذاعة والثنايا والحول. هذا اللي طول عمرك رمز تاريخي وبيبقى في المكتبة دايم كل واحد يشوفه، ونحن اللي طول عمرك توفقنا، حضرنا فضل الله توفقنا. الشوط كان ناري، أفضل توقيت، وكان في ضغط من الاستشاري، لكن دحام كان هو الأجدر في الأمتار الأخيرة وانتزع بفارق بسيط جدا. هذا يعطينا مؤشر لشيئين، صحة الحلال في العزبة، وأن شعارك قادم بقوة في جميع الأعمال، وهذا اللي نترياه. والله نتمنى إن شاء الله من الله نكون كذي مثل ما قلت، وكل واحد يتمنى الاستشاري قعود سبوق بعد، وحسابه قعودنا يعني، هذا قعودنا وهذا قعودنا، ولا قصر يعني، ولكن الحمد لله اليوم الله كتب لنا يعني. نعم. كتب لنا أن يفوز قعودنا، والقعود كل الله أكسبوك، الله يبارك لهلا فيه. نعم. والركض جبلات ونصيب وتكاتيب يعني،
فأنا حتى أهني محمد راهد وإخوانه ويستاهلون الناموس وهذا قعودهم وهذا قعودهم. نعم، شو سلالة الدحام؟ والله دحام الله طول عمرك ولد مروح بعير بن سالمين المنصوري، ولد عز الجيش، وأمه الله طول عمرك بنت شاهين عجيب، ظاهر عند مبارك بن 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 عوض بالصغيرة. نعم، والقعود الله طول عمرك السنة كان فيه طوالية ومشاكل ولا أركض أول موسم، وجبناه وأركضناه من أيام أول مدخال هني دخل في ولي العهد ويا فوتو فنش، واليوم هذا ثاني مركض ما أركض. شريت أحد؟ نعم، مشترينا من مفحام. والله من مفحام؟ نعم، كاسرتين مشترينه من التعليق. يعل ربي يوفق ويعل فالك الناموس ونتريى شعارك في الكبار إن شاء الله. دايم إن شاء الله، وإن شاء الله بنحاول، ودايم إن شاء الله أن في هالرياضة الطيبة، ونشكر كل من قام عليها من المعازيب ومن اللجان ومن الإعلاميين ومن كل واحد ساهم في هالرياضة هاي والتراث. نحن الله يطول عمرك نشكره، ونشكركم أنتم شخصيا الله يطول، ونشكر كل قناة تتابع هذا، لأنه بدونكم نحن بعد ما نكمل. الله يجزيك، فنتمنى إن شاء الله لكم التوفيق ونطلب منكم الزود. حاضرين حاضرين. وهذا أبو سعود وأبو حسين بعد هم اللي يضمرون وهم اللي قايمين الترتيب كله هني. لا ترتيب كله من هلا ترتيب من ناموس حجك خير. ناموس كمان أول رمز للعزبة. نعم. قرب هني. نعم. عبد العزيز. نعم الحمد لله. رمز الأول للعزبة، خبرنا شعورك عبد العزيز. ما الشعور، ما يوصف الشعور، كل شيء رقيص اليوم. انتوا يمكن انتوا في الموتر وفي اخر لحظات والمنافسه ما بينكم. لا شوط صعب كان، ابونا خطاف الانكشاري اظني اسمه، استشاري. نعم نعم، ورد عليه قعودنا بعد عنده سد، عنده يعني يتشب العصا. نعم، لا عنده مشكله بالعصا. نعم، ترسل السلامات وين؟ للهباب وللمدام، الجميع محبين شعارك، الكل المحبين. اي نعم. اظن الاوامر عندك ولا انت برج المراقبه هنا؟ صح، دريول. ها دريول، برج المراقبه دريول. ها جاي، ها جاي استشاري. نعم نعم، اصعب شيء دريول مواتر قدام. نعم نعم، الحمد لله. كيف كان تخلي انت في سباق روحك انت؟ والله في معركه وفي سباق. محمد اللي للعلا دوم مقدام، شيخ نطورها بفكر وإرادة.